والآن مع آخر أخبار المال والأعمال. دينا شرف معها أخبار الاقتصاد. إليك دينا. شكرا لك هبة. شكرا لك يوسف. أخبار الاقتصاد محليا وعالميا. تنفذ الحكومة برنامجاً لتعظيم الموارد من الفوسفات وزيادة القيمة المضافة، وذلك من خلال التوسع في برامج استكشاف وتأكيد احتياطات خام الفوسفات، وذلك لإمداد الصناعات المحلية باحتياجاتها والتصدير. جاء ذلك خلال ترأس وزير البترول طارق الملا أعمال الجمعية العامة لشركة فوسفات مصر عبر الفيديو كونفرنس لاعتماد نتائج أعمال عام 2020. نظمت مكتبة الأسكندرية مؤتمراً بعنوان الصعيد يتغير بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وأكد مدير مكتبة الأسكندرية مصطفى الفقي أن المؤتمر يأتي في سياق اهتمام المكتبة من مشروعات التنموية الكبرى التي تقوم بها الدولة في السنوات الأخيرة. أكد محافظ الإسماعيلية شريف بشارة بدء تشغيل الأعمال بمشروع الغاز الطبيعي بمدينة التل الكبير بعد التنسيق مع شركة الغاز، ليستفيد من المشروع 30 ألف مواطن مع نهاية العام الحالي 2021. وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق مع مسؤولي الشركة ليستفيد من الغاز مواطنو القرى والتوابع الصغيرة، بحيث يستفيد أكبر عدد من المواطنين بالخدمة وإزالة أي معوقات تقف أمام الأعمال لاستكمال منظومة الغاز الطبيعي بشكل مناسب. نهاية العام اللي احنا فيه نهاية 21 هنكون هنا تقريبا في حدود 30 ألف مستفيد في التل الكبير. النهاردة نسقنا معهم برضو على الحقيقة التوابع والقرى الصغيرة، بحيث ما نخرجش بالتل الكبير إلا ما يكون كل الساكنين في التل الكبير في أي مكان وصل لهم خدمة الغاز الطبيعي. ويعني احنا بندفع وراهم الحقيقة، وبرضو المهندس أحمد عصام نائب المحافظ متولي ملف تذليل كافة المصاعب اللي ممكن تقابل الشركة، عشان إن شاء الله على نهاية العام زي ما وعدنا أهلنا في التل الكبير نكون هنا أعمال الغاز الطبيعي. وإلى البورصة، حيث أنهت التعاملات اليوم بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 6 مليار و300 مليون جنيه، لغلق عند مستوى 646 مليار و21 مليون جنيه. ونتحول لعرض مؤشرات البورصة المصرية، حيث أغلق مؤشر إي جي إكس 30 على تراجع بنسبة 1.54% مسجلا 10256 نقطة. وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 6.27% مسجلا 1868 نقطة. وامتدت التراجعات إلى مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا الذي هبط بنسبة 4.94% من قيمته، لينهي التعاملات عند مستوى 2783 نقطة. قال رئيس هيئة الرقابة المالية الروسي أليكسي كودراين أنه بالإمكان خفض مستوى الفقر في روسيا إلى النصف قبل عام 2030، وذلك عبر تنفيذ مجموعة من الإجراءات. وأكد كوردين أن هناك إجراءات معقولة من حيث الموارد يمكن أن تسرع في تحقيق خفض معدل الفقر بنحو النصف، وأنه يمكن تحقيق هذا الهدف في السنوات المقبلة. ختام أخبار الاقتصاد، وعودة مرة أخرى إلى يوسف وهبة. إليكما. شكرا لك دينا.